مساء الخير، نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط، تتابعونا في أخبار هذا المساء. عشية انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول التنمية البشرية، اجتماع باستخراج للجنة القيادة يعرض الحصيلة والمقاربة الجديدة للنسخة الثالثة من المبادرة بهدف النهوض بالرأسمال البشري. بجنيف تتواصل أشغال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، والوفد المغربي المشارك عن الأقاليم الجنوبية يكشف الخروقات التي تطال حقوق المحتجزين بمخيمات تندوف. تحديات التنقل الأخضر ورهانات التنمية المستدامة تخيم على فعالية قرية سولار ديكاتلون إفريقيا بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب. ندوات وعروض سينمائية تتخلل فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة في إطار تكريس الحضور النسائي في الإبداعات السينمائية الوطنية. أهلا بكم من جديد. بعث صاحب الشلالة الملك محمد السادس نصر الله برقية التهنئة إلى السيد سيباستيان بينييرا إتشينيكي رئيس جمهورية الشيلي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها. اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى مبادرة إقرار يوم عالمي سنوي لمناهضة الإسلاموفوبيا من أجل التسامح والحوار الحضاري. المبادرة مناسبة لتجديد التعبئة الجماعية قصد تفكيك خطابة الحقد وكراهية الآخر ومحاصرتها. رشيد كنواسي المرافق. المبادرة التي اقترحها المغرب وتبناها أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإجماع تأتي تفعيلا لقرارات المؤتمر العام، فالعالم الإسلامي في قلب معركة معقدة تهدف إلى تصحيح التمثلات الخاطئة عن الإسلام والمسلمين دينا وحضارة وتاريخا، فظاهرة الإسلاموفوبيا من القضايا الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وهي بذلك إحدى التحديات الاستراتيجية التي تواجه البلدان الإسلامية وكل المجتمع الدولي. اللقاء تمت خلاله المطالبة بقلب معادلات الكراهية والمواجهة والصراع بإشاعة روح التسامح والتعاون والتعايش واحترام الأديان والثقافات وقيم الآخرين. سنعمل على مستوى البرلمان المغربي وخاصة مجلس النواب على جعل هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن واقعا. نهتدي إليه جميعا، وبدون شك سيساعد على التخفيف من العنف الذي أصبح سائدا باسم دين لا علاقة له بما يمارس باسمه. المبادرة تأتي ضمن مبادرات أخرى في إطار رئاسة المغرب للاتحاد، ومنها بالخصوص إحداث جائزة القدس للديمقراطية والعدالة التاريخية اعتبارا لمركزية القضية الفلسطينية لدى الشعوب الإسلامية، والسعي من أجل استعادة زخم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في سياق إقليمي ودولي غطت أحداثه على هذه القضية وجعلت الاحتلال ينفرد بالشعب الفلسطيني. انطلق اليوم بالرباط منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية في الذكرى السنوية 25 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية. خلال الكلمة الافتتاحية دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش إلى حشد جهود البرلمانيين لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة بهدف الدفع بسياسات السكان والتنمية في البلدان العربية. حسن بن جابي وياسين مرافق. اجتماع البرلمانيين العرب والأسيويين للسكان والتنمية تناول القضايا المرتبطة بالسياسات السكانية، المساواة بين الجنسين، وأهداف التنمية المستدامة. اجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وطرح الآراء والأفكار بين البرلمانيين والمختصين في المجالات التنموية. إيجاد أجوبة من خلال سياسات عمومية للمشاكل المرتبطة بالتحولات المناخية وبطلب المجتمعي للعيش في يعني ضمن أو في تحت سقف المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ولذلك هذه لحظة مهمة في هذا النقاش وهي توحيد الرؤية. ستتطرق لمواضيع مهمة كالسياسة السكانية والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة. إذن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتجديد انخراط المشاركين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المشاركون ناقشوا قضايا النساء والشباب والصحة والبيئة والتعليم والهجرة وغيرها من القضايا التي تعتبر ذات أولوية تشريعية لأهميتها في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي والثقافي لمجتمعاتنا. للحصول على أهداف السكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة هو بتمكين المرأة ووجود القوانين والتي تنظم الحياة وتضمن الحقوق للنساء وتضمن مشاركتهم في سوق العمل وتضمن أن يكون لهم المشاركة السياسية بشكل جيد، إلى جانب وجود الشباب وهو المحرك الأساسي للتطور. اجتماع إقليمي لآسيا والمنطقة العربية للبرلمانيين المعنيين في قضايا السكان والتنمية. هذا الاجتماع هو جزء من التحضير للقمة العالمية للسكان التي ستعقد في نيروبي في نوفمبر القادم. توحيد الرؤية سيساهم في تنفيذ سياسات شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. عشية انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول التنمية البشرية، اجتماع للجنة القيادة اليوم بسخيرات تم خلاله عرض الحصيلة والمقاربة الجديدة للنسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تروم النهوض بالرأسمال البشري تفعيلا لتوجيهات الملكية السامية. محمد الوهيبي وعبد العلي عيد. أشغال لجنة القيادة المشرفة على المبادرة الوطنية للتنمية بسطت حصيلة عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي شكلت منذ انطلاقتها ورشا ملكيا مجتمعيا تجسدت فيه منجزات استهدفت الفئات الهشة والمناطق المهمشة، ستعزز مكاسبه بالمرحلة الثالثة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال سنة 2018. من مرتكزاتها إعادة توجيه برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للنهوض بالرأسمال البشري الأجيال الصاعدة. تم في هذا الإطار تدارس أولا تأكد من اندماجية والتقائية البرامج جد مهم، كذلك تم دراسة حصيلة ديال هذه السنة. أنا كذلك باش نذكر بأن هذه سنة باش سيدنا لينسرو عطاني انطلاقة ديال المرحلة الثالثة، وكذلك تم درس أو دراسة جميع السبل اللي هي غتمكن ان شاء الله باش ننزلوا جميع البرامج في احسن الظروف. وتفعيلا لرؤيه الملكيه الساميه وحرصا على ادراج العنصر البشري في كافه الاستراتيجيه التنمويه والسياسات العموميه، ستركز المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على ثلاثه اولويات ضمنها تحسين صحه وتغذيه الام والطفل. هذه المرحله الثالثه ستركز على تنميه الرأسمال البشري، خاصة من خلال البرنامج ديال دعم التنمية البشرية بالنسبة للأجيال الصاعدة، من التصميم من الجنين إلى السنوات الأولى ديال الطفولة، عبر كذلك مرورا عبر يعني التتبع ديال الحمل، البرنامج ديال التغذية ديال التلقيح. بطبيعة الحال هذا الشيء غيمر عبر دعم البرامج ديال وزارة الصحة المرتبطة بصحة الأم. على هامش أشغال لجنة القيادة تم تنظيم الدور النصف النهائي والنهائي الوطني للهاكاثون لفائدة الفرق 12 الفائزة في الهاكاثون الجهوي. تتواصل بجنيف أشغال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة وفد حقوقي يمثل الأقاليم الجنوبية للمملكة. خلال هذه المشاركة تم الكشف عن مختلف الخروقات التي تطال حقوق المحتجزين بمخيمة تندوف في انتهاك سافر للمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان. مراسلة الحافظ محضر وجمال الخصاصي. أشغال تعرف مشاركة وفد من الأقاليم الجنوبية حضر بمرافعات تسلط الضوء على الوضع الحقوقي والاجتماعي المزري بمخيمات تندوف، وتطلع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية على جوانب من معاناة ومأساة الصحراويين العزل بهذه المخيمات. تأتي أشغال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان هنا بجنيف في خضم مجموعة من الأحداث تشهدها مخيمات تندوف، أهمها اعتقال مدونين يطالبون بحقوق الإنسان وبمجموعة من المطالب. مرافعات أعضاء الوفد الحقوقي الممثل للأقاليم الجنوبية طالبت المجتمع الدولي بأسره بالإقرار بالانتهاكات الخطيرة التي يقع ضحيتها الصحراويون العزل بمخيمات تندوف والتحرك العاجل للحد من مظاهر الحصار العسكري المضروبة على هذه الرقعة التي تأوي آلاف الصحراويين المغلوبين على أمرهم.
المضروعات القانونية أصبح من الصعب على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف إلى الانتظار إلى الانتصاف الفعال لدى النظام القضائي الجزائري أو اللجوء كذلك إلى الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لرفع تظلماتهم. حاولنا إثارة انتباه مجلس حقوق الإنسان والمنتظم الدولي من خلاله حول الحالة المتردية لأوضاع الحقوق المدني والسياسية بمخيمات تندوف، وأيضا عبرنا عن رفضنا للتفويض الكامل الممنوح لتنظيم البوليزاريو من خلال دولة الجزائر خلافا لقواعد القانون الدولي. مرافعات أعضاء الوفد الحقوقي الممثل للأقاليم الجنوبية تتواصل على امتداد أشغال هذه الدورة، حيث الفرصة مواتية لتقريب كل الفعاليات الحقوقية الدولية المشاركة في هذا المنتدى الأممي من حقيقة الوضع الإنساني والحقوقي بمخيمات تندوف، ودعوة المنتظم الدولي للتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الصحراويين داخل هذه المخيمات الذين يتوقون إلى الحرية والانعتاق من قبضة عصابة البوليساريو. أشغال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان ميزها تأكيد مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل طي نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. الموقف نتابعه في تصريح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. الموقف المغربي تم دعمه في هذه الدورة مجددا من طرف مجموعة قوية من الدول تمثل مختلف القارات عبر المعمور، وهذا الدعم مستمر يعني وواضح ومعقلا اعتبارا أن موقف المغرب موقف صلب وموقف يعني مبني على أساس يعني تعاطي لهذه القضية انطلاقا منها قضية سياسية وتدبر أولا وقبل كل شيء من طرف مجلس الأمن وبطرف أحادية من طرف مجلس الأمن. أما الذين يريدون أن يقحموا هذا الموضوع هنا في مجلس حقوق الإنسان فهم ليسوا على صواب، ولهم طبيعة الحال نوايا خبيثة في المس بالوحدة الترابية للمملكة، ونحن في هذا الأمر ويعني في المرصاد كما تم يعني قوله سابقا مدعومون من طرف مجموعة من الدول القوية، ولكن مدعومون كذلك من طرف بكل ما نقدمه من معطيات واضحة حول التنمية الأقاليم الجنوبية الحمد لله على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والحريات التي هي يعني الحمد لله تتمتع بها السكينة هناك. الفقرة الاقتصادية لهذه النشرة نبدأها من الرباط. ففي إطار تنفيذ أوراش وكالة التنمية الرقمية خاصة منها الجانب المتعلق بدعم ومساندة نسيج المقاولات الناشئة والمبتكرة في الميدان الرقمي، تم اليوم بالرباط إعطاء انطلاقة المنصة الإلكترونية الخاصة بالمقاولات الناشئة. وسليم غري ونور الدين صابر. بموجب هذه الاتفاقية ستعطى انطلاقة المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى تبسيط معالجة طلبات المقاولات الراغبة في الحصول على علامة المقاولة الناشئة المبتكرة في التكنولوجيا الحديثة بغية الاستفادة من بطاقة الأداء الدولية المقدمة من طرف مكتب الصرف. المنصة الإلكترونية للمقاولات الناشئة ستمكن من استيراد معدات تعتبر اليوم جد مهمة بالنسبة للمقاولات الناشئة وتقديم حلول متعلقة بالاقتصاد الرقمي ومنفتحة ليس فقط على السوق الوطنية بل أيضا العالمية. كما سيتيح هذا الإجراء للمقاولات الناشئة المبتكرة المسجلة في هذه المنصة الإلكترونية إمكانية أداء الخدمات المستوردة ذات الصلة بالأنشطة المعلوماتية، وذلك في حدود 500 ألف درهم في السنة. هاد الشراكة اللي درناه مع لاديدي لي يعني انطلاقة ديال البطاقة اللي غادي تسمح للشباب المغربيين اللي هما في الابتكار باش يقتنيو حتى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة للوجيسيان من خارج الدولة اللي غادي يساعدوهم باش يكملوا الابتكار ديالهم. وللإشارة في إحداث هذه المنصة من شأنه لاحقا إدماج كل التدابير المتخذة لفائدة المقاولات الناشئة المبتكرة في التكنولوجيا الحديثة.
نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء حول الاستثمارات الصناعية الوطنية. التظاهرة تلقي الضوء على دور المستثمر المغربي في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتفاصيل مع أنيس أبو مهدي وسعيد نجح. الاستثمارات الصناعية الوطنية محور هذه المائدة المستديرة التي جمعت مختلف المتدخلين من المشهد الاقتصادي الوطني. المشاركون ناقشوا محفزات الاستثمار مع إبراز ضرورة استفادة المستثمر الوطني من كافة الامتيازات. نعلم أن الاستثمارات الأجنبية تطورت بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، لكننا لاحظنا أيضا أن الاستثمارات الوطنية ظلت في مستواها إن لم تكن قد تراجعت. وفي هذا الإطار نظمنا هذا اللقاء للحديث عن الصناعة المحلية وقضاياها وطرح المقترحات. خلال هذا اللقاء قدمت مجموعة من المقترحات لتطوير قطاع الصناعة الوطنية بشكل يمكنها من لعب الدور الأساسي في النمو الاقتصادي الوطني. مجموعة من القطاعات أصبح لها دور أساسي في مجال التصدير. في بداية سنة 2016 قطاع السيارات نمت صادراته أكثر من قطاع الفوسفات، وبذلك حققنا النجاح المطلوب، لكن هذا غير كاف، يجب تطوير قطاعات أخرى. المشاركون خلصوا في ختام أشغالهم إلى ضرورة تمكين المستثمر الوطني من كل التحفيزات الضرورية لتشجيع الاستثمار. على هامش تظاهرة قرية سولار ديكاتلون إفريقيا التي تتواصل فعاليتها ببنغرير، احتضن فضاء التظاهرة ملتقا جمع العديد من الخبراء المغاربة والدوليين الذين ناقشوا موضوع التنقل الأخضر. سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. التنقل الأخضر أحد الحلول البديلة المعتمدة من قبل العديد من الدول من أجل مواجهة نسبة التلوث التي يعرفها العالم نتيجة ارتفاع نسبة الانبعاثات الغازية، والمغرب أحد البلدان التي تواصل العزم من أجل إنجاح تجربة التنقل المستدام. هنا كاين اشكاليات اللي كيواجهها العالم حاليا كامل، اللي منها مشكل ديال الطاقة وديال استهلاك الموارد الطبيعية. هذا المشكل هذا احنا حاولنا اننا نلقاو اجابه ليه من خلال المنزل ديالنا ومن خلال استخدام وسائل التنقل اللي كتستخدم الطاقه الشمسيه. تجربة التنقل الأخضر حاضرة كذلك في تصميم البيوت المستدامة التي يتم وضع آخر لمسات عليها في إطار مسابقة لاختيار أحسن بيت إفريقي إيكولوجي، بيوت تتوفر كلها على أجهزة لتعبئة السيارات الكهربائية. الآن خص الواحد يوجد راسو، خصو يوجد البنيات التحتية اللي غادي تكون باش الواحد يقدر يدير لاغوشاغ ديال هاد السيارات، ووجد المدن، ووجد كاع لي كارتي لهاد السيارات هادي اللي غيكون عندها واحد التأثير إيجابي على المناخ ديالنا. Alors on peut pas parler de voiture électrique sans parler de bâtiments efficaces énergétiquement. لا يمكن الحديث عن سيارة كهربائية دون الحديث عن البناية الإيكولوجية والتي تتماشى والمناخ المحلي وتقاليد العيش. وعملنا هو تحدي، والمهم هو إيجاد حلول ناجعة باقيا بإمكانياتنا الذاتية. وفي انتظار حلول يوم الحسم في نتائج المسابقة، تعرف القرية زيارات متتالية للجنة تقييم مكونة من خبراء دوليين ضمنهم مغاربة يمثلون مؤسسات ومراكز بحث دولية في مجال الطاقات المتجددة والبنايات الخضراء والذكاء الاصطناعي. أزيد من 7.5 مليون سائح زاروا بلادنا إلى حدود شهر جوليوز الماضي بنسبة ارتفاع فقط 8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. وأهمت هذه الارتفاعات أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح، وعلى رأسها إيطاليا بزيادة 13% وفرنسا بزيادة 10% و9% لكل من ألمانيا وبلجيكا. حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات رقم معاملات بلغ 27 مليار ونصف المليار درهم في النصف الأول من العام الحالي،
مسجلا زيادة بنسبة 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو جاء مدعوما بشكل رئيسي بزيادة مسجلة في أحجام وأسعار الحامض الفوسفوري، مما ساعد على تخفيف انخفاض الأداء في قطاعي الصخور والأسمدة. كما عززت المجموعة مكانتها الرائدة في آسيا من خلال تزايد صادرات الحامض الفوسفوري، وخاصة إلى الهند حيث كان الطلب مدفوعا بزيادة الإنتاج المحلي للأسمدة. يتوجه وفد صيني أو توجه اليوم إلى الولايات المتحدة بهدف التحضير لجولة المفاوضات التجارية بين كبار مسؤولي البلدين المقرر عقدها في أكتوبر المقبل في واشنطن. وتتطلع الأنظار إلى الجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن، وما إذا كانت ستسفر عن وقف تصعيد تبادل فرض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم والتوصل إلى التوافقات بشأن النقاط الخلافية التجارية. وتتابعون اللحظة مؤشرات الأسواق المالية العالمية وأبرز تداولات بورصة الدار البيضاء لهذا اليوم. تستهل أخبار العالم بتداعيات الهجوم على المنشآت النفطية السعودية. في جديد التطورات، تأكيد وزارة الدفاع السعودية اليوم أن الهجوم الذي استهدف شركة أرامكو للنفط تم بدعم إيراني وبواسطة 18 طائرة مسيرة وسبع صواريخ كروز ولم ينطلق من اليمن. تفاصيل أكثر في ورقة سكينة عليتو. في جديد التحقيقات في الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية، عرضت وزارة الدفاع السعودية صور حطام طائرة مسيرة وصواريخ قالت إنها تشير إلى دور إيران في العملية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع أن البيانات المتوفرة تظهر استحالة انطلاق الهجوم من اليمن، وذلك ردا على إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن ضرب الأهداف النفطية السعودية، مشيرا إلى أن 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز استخدمت في الاعتداء التخريبي لمعملي بقيق وخريص، وأن بعض الصواريخ لم تصب أهدافها. وفيما تتواصل التحقيقات من الجانب السعودي، ينتظر وصول خبراء من الأمم المتحدة إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات في مهمة تستند بشكل خاص إلى القرار الذي فرض حظرا على الأسلحة في اليمن حسب دبلوماسيين. تطورات تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات المفروضة على إيران لتنضاف إلى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي. ولا تستبعد الإدارة الأمريكية القيام بردود عسكرية بعد تنديدها بما اعتبرته هجوما غير مسبوق ضد إمدادات النفط العالمية، وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي حل بجدة حيث اعتبر الهجوم إيراني وأنه عمل حربي. استشهدت سيدة فلسطينية اليوم عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. وقد زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن السيدة أشهرت سكينا عند حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية انتقل كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي. الرجلان سيخوضان مواجهة تعد بأن تكون
محتدمة وغير متوقعة النتائج في الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي المتوقع في شهر أكتوبر القادم. وقد تمكن المرشحان من كسب ثقة التونسيين في انتخابات سابقة لأوانها بلغت نسبة المشاركة فيها 49%. بعد فشل المشاورات التي أجراها العاهل الإسباني الملك فيليب السادس مع قادة الأحزاب السياسية عن أن رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته بيدرو سانشيز أن البلاد محكومة بالعودة إلى صناديق الاقتراع في 10 أكتوبر المقبل. وأتى تصريح سانشيز بعد إعلان الملك فيليب السادس أن المشاورات التي أجراها أقنعته بأنه لا مفر من الدعوة لانتخابات مبكرة. حادث مؤلم بليبيريا، 26 تلميذا على الأقل ومعلمين قتلوا في حريق في مدرسة قرآنية بالقرب من مونروفيا، اندلع بينما كان الأطفال نياما. وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الحريق نجم عن مشكل في الكهرباء، مضيفا أن التحقيقات جارية لتوضيح ملابسات هذا الحادث المبيت. ونتابع بأخبارنا الوطنية. دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التسريع المسلسل الذي بدأ بالفعل والمتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. جاء ذلك في رأي للمجلس حول موضوع تزويج الطفلات تحت عنوان ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب، والذي قدمت مضامينه خلال ورشة نظمت اليوم بالرباط. تابعتها وفاء اليعقوبي ومحمد ناصري. حسب معطيات انتقاها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط، تبين أن ظاهرة زواج القاصرات لا زالت متفشية في المجتمع. إن حان الوقت باش تكون إعادة النظر في مدونة الأسرة وباش تقلص وما تبقاش موجودة هذه الظاهرة، حيت لاحظنا بأن واخا داك المدونة منعات زواج القاصرات أعطات مازال الإمكانية باش يكون دي ديغوغاسيون اللي تتعطاو من طرف القاضي، و85% نتاع عاد لي ديغوغاسيون مازال تيتقبلوا اليوم. ظاهرة تزويج القاصرات تظل راسخة ومتجذرة بسبب بعض حالات الاستثناء. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير خرج بمجموعة من التوصيات. نوصي أولا بملائمة القانون أو الإطار التشريعي مع مقتضيات الدستور، وأولا بنسخ المادات 20، 21 و22 من مدونة الأسرة اللي إلى حد الآن تسمحوا بزواجات أو بتزويجات من هذا النوع. ثانيا يوصي المجلس بتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحقوق الطفل، وكذلك لتحسين بصفة عامة تربية الأطفال ولكن تربية المجتمع ككل. في تقريره يطالب المجلس أيضا الحكومة والبرلمان بالتتبع المثمر لهذه الممارسات التي ترخي بظلالها على الأسرة والمجتمع، تاركة وراءها مجموعة من التبعات النفسية والاجتماعية. العنف ظاهرة لها أضرار اجتماعية ونفسية بأشكال مختلفة، سواء كان العنف لفظيا أو جسديا. ولدراسة انتشار العنف ضد النساء أنجزت وزارة الأسرة والمساواة والتضامن والتنمية الاجتماعية البحث الوطني الثاني. من أبرز أهداف هذا البحث دراسة الأوساط التي ينتشر فيها العنف، ومن أهم الخلاصات بروز أشكال جديدة للظاهرة كالعنف الإلكتروني. لمن سلاوية سلمعزي وعتمان تاسي. المرأة والرجل لكل منهما دور في المجتمع وجب احترامه للعيش في وئام، لهما حقوق وعليهما واجبات، إذا ضاعت إحدى الحقوق يفقد المجتمع توازنه. ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة تسائل المجتمع، فأين موقع المرأة من هذه المعادلة؟ الوعي، الوعي هو اللي ناقصنا، ما ناقصناش القوانين، ناقصنا الوعي من ديال الناس، لأنه هذه المرأة اللي كتعنف راه هي الأم اللي ربات، هي الأخت اللي كاينة، وهي المرأة نسم المجتمع. نتمنى من الحد من التصرفات في الشارع في أصدقاء. ظاهرة العنف ضد المرأة استفحلت بشكل كبير، وللتوفر على معطيات جديدة ومحاربة الظاهرة أنجزت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بحثا وطنيا ثانيا.
بنسبة انتشار العنف ضد النساء اللي وصلت الآن إلى 54.4، بحيث أنه تنوجده في الفضاء المهني، الفضاء المدرسي، الوسط الزوجي كذلك غير آمن، على اعتبار أن 52.4% من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف. هناك بروز أشكال جديدة مع التطور التكنولوجي ومع يعني الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، بحيث أنه في سنة 2018 تلقوا أزيد من 1.5 مليون امرأة تعرضت للعنف الإلكتروني عبر الفضاء الأزرق. لجمعية المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بحقوق المرأة دور كبير للتوعية عبر وصلات تحسيسية وإشراك الشباب والمؤثرين في المجتمع لمحاربة العنف. ظواهر تنشوفهم وتنعيشهم ويحز في نفسنا ما يقع، ونحن كحقوقيين ننتي ضرورة التسريع في تغيير القوانين ووضع وسائل استباقية اللي كتمكن الجيران العائلة باش يبلغوا من العنف اللي كتتعرض له المرأة في المحيط ديالها. تتعرض النساء لأشكال عديدة من العنف، جسدية، جنسية، نفسية أو اقتصادية. قد يكون العنف زوجيا أو عائليا أو في الفضاءات العمومية، فما هو التفسير السوسيولوجي لهذه الظاهرة؟ هناك العنف الظاهر وهناك العنف المختفي. العنف المختفي هو الذي يتم في أماكن بعيدة ويتم الصمت ولا نتحدث عنه، والعنف الظاهر حينما نروج لحالة لشخص إلى غير ذلك، فإننا نقوم بإبراز ذلك في بعض الحالات ونحن نتهكم عن الحالة. وللأسف هناك عدد من النساء لما وعيينش بهذه المسألة أن القانون بجانبهم. وحسب القانون الرقمي 1313 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فإنه تحدث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستباق والدعم والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف. أعطيت اليوم بالرباط انطلاقة أشغال ترميم المدرسة التاريخية والخلوة بالموقع الأثري لشلة، مشروع يروم إعادة الاعتبار لهذا الموروث المعماري والتاريخي. حسن طبعي وأمين شرقاوي. إعادة الاعتبار للمواقع الأثرية والحفاظ عليها وتثمينها يظل الهدف الأساسي من ترميم كل من المدرسة التاريخية لشلة والخلوة المرينية، مشروع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى ما تعرفه عاصمة الأنوار والعاصمة الثقافية الرباط من أشغال تروم حماية الموروث الثقافي. هناك مشاريع كبرى نرمي بدرجة الأولى إعادة الاعتبار لهذه المواقع الأثرية والتعريف بها وكذلك مساهمتها في التنمية الاقتصادية خصوصا المجال المرتبط بالتراث. تدخلات ترمي إلى صون هذه المواقع الأثرية وإعادة الاعتبار إلى مكوناتها التاريخية وأشكالها الهندسية. حافظوا أولا على المدرسة والمكونات ديالها، وثانيا تقديم صورة متكاملة للزائر عن مكونات هذه المدرسة والدور اللي كانت كتشتغل به. عندنا أيضا الخلوة اللي غادرت هي أشغال ديال الترميم والصيانة للمكونات ديالها، خاصة المسجد والمقبرة المارينية. أشغال الترميم ستتواصل على مدى 15 شهرا، مما يعطي إضافة نوعية للزائر فضلا عن حماية جزء كبير من مكونات الموقع الأثري لشلة. انطلق موسم أبي عبيد الله الشرقي بأبي الجعد، الموسم تنظمه الزاوية الشرقوية، وتم خلال حفله الافتتاحي تقديم هبة ملكية لشرفاء الزاوية الشرقوية. فطنة تابوت ومحمد العروي. انطلقت فعاليات الموسم السنوي لمدينة أبي الجعد وسط احتفالات شهدتها ساحة الضريح بمشاركة مجموعة من الفرق الفولكلورية وبحفل توزيع منافع اجتماعية على الفئات المستحقة من ساكنة المدينة، شملت 40 محفظة للتلاميذ المدرسين وأضرفة مالية لفائدة المرضى المصابين بأمراض مزمنة وكراسي متحركة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. كنت عيان وعطوني الكرسي ودرت لاباس، هذا اللي كان خرج وقديم صالح دياري
ما تنبيع ما تنشتري ما مقرضة وشقولي تعجينة تيساعدني في الحياة تيساعدني شقولنا. الحفل تميز بتقديم هبة ملكية لحفدة الزاوية الشرقوية إيدانا بانطلاق الموسم السنوي للولي الصالح سيدي بوعبيد الشرقي. تحل علينا ذكر الموسم الولي الصالح سيدي محمد شرقي كل سنة، وفي كل سنة إننا نتلقى الدعم من سيدنا الهبة اللي كتجينا اللي كنوزعوها على الشرفاء والفقراء. الموسم سيدي بوعبيد الشرقي دعامة أساسية لتقوية الروابط الثقافية والتاريخية بالجهة. هذه السنة هذه ركزنا على الموروث الثقافي والتاريخي للجهة باش يتجسد على مستوى مدينة أبي الجعد. الحفل تخللته تلاوة آية بينات من الذكر الحكيم وأمداح نبوية، واختتم بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن يقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر الأسرة الملكية. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب رحمته على روح الفقيدين جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما. قام وفد عن عمداء ليبيا اليوم بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحموا على روحي جلالة الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما. وفي الختام وقع رئيس الوفد في الدفتر الذهبي للضريح. مذكرة تفاهم تم توقيعها هذا اليوم بالرباط بين نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واتحاد نقابات العمال بمقاطعات هونان بالصين بغاية تعزيز التعاون الثنائي في المجال النقابي. سعيد غنام ومحمد النصري. مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واتحاد نقابات العمال بمقاطعة هونان بالصين تهدف بالأساس إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال العمل النقابي والتشاور فيما يخص قضايا الطبقة العاملة. ومن بنود المذكرة الدعوة إلى إقامة دورات تدريبية مشتركة بين النقابتين. وهذه المذكرة التفاهم هي تهدف من أهدافها الكبرى تقوية العلاقة بين ممثلي العمال داخل الصين وممثلي العمال داخل المغرب. من جهة ثانية وكما تعلمون أن العمل النقابي هو جزء من الدبلوماسية المغربية، فنحن نحاول أن نقوي حضور المغرب كذلك في الصين ونكمل المجهودات التي تقوم بها الخارجية المغربية بالإضافة إلى العلاقات بين أرباب المقاولات وأرباب المقاولات في الصين كذلك على مستوى العلاقات العمالية. نحن نعتبر بأن هذا مجهود كبير من أجل تقوية العلاقة بيننا وبين الصين. ويأتي توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واتحاد نقابات العمال بمقاطعة هونان بالصين لتقوية العلاقات وتبادل الزيارات والارتقاء بالعمل النقابي. في عالم الفن السابع تتواصل بمدينة سلا فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بين ندوات وعروض سينمائية حول الحضور النسوي في الإبداعات السينمائية الوطنية. تتوزع أنشطة المهرجان في دورته 13. عبد الرحيم بن شيخي وسعيد إجازي. مهرجان في حد ذاته حوار ونقاش وأفكار عن إبداع المرأة سينمائيا، عن واقع وكيفية التعامل معه بنظرة جمالية. يوميات مهرجان على إيقاع المؤنة الواعي بتناقضات الواقع ومكوناته وكيفية الإفلات نحو أفق أرحب ومنتج للجمال البصري. نحن عندنا السينما في بدايتها طبعا مثل أي البلدان العربية، ولكن الحمد لله بدأت بالنجاح، بدأت ناجحة ما شاء الله في أفلامنا في تمثيلنا، بدأت الحمد لله ناجحة وهي عندنا في مرتبة الحمد لله بالمرتبة الأولى. أول فيلم أردني كان 1957، لكن من 57 ل 2007 لم يتم إنتاج سوى 7 أفلام أردنية 50 سنة، وبالآخر 10-11 سنة في 19-20 فيلم أردني. فإذا من عام 2007 تم في حراك سينمائي أردني وفي أفلام سينمائية. العمل السينمائي جماعي بشكل دقيق، والمرأة مكون أساسي في العملية الإبداعية، وضرورة المهرجان هي ضرورة الحياة لأنها ضرورة اللقاء. أول الميزة ديالو كمكسب السينما المغربية لأنه موضوع المرأة، يعني سينما المرأة وسينما والمرأة، وهذه مسألة مهمة جدا إلى درجة أن بعض الدول العربية حتى هي سلكت هذا الطريق باش بدات كتعمل واحد المهرجان ديال السينما المرأة العربية، وهذا إيجابي. وهذه المهرجانات أنا كنقول حافز للنساء،
يعني كيشجعوهم وكيعطيهم فرصة أنهم يزيدوا القدام ويزيدوا يعطيوا أكثر. وسينما المرأة في المغرب أصبحت مهمة جدا. أول ثمرات هذه الدورة اتفاقية تعاون بين مهرجان الدولي لفيلم المرأة سلا وجمعيات تعمل في تنشيط الفعل السينمائي داخل المغرب وخارجه. إلى غاية 20 من الشهر الجاري تتواصل في أبيجان فعاليات الدورة الرابعة من أسبوع السينما المغربية. الدورة تعد ببرنامج متنوع وغني يشمل عرض أفلام طويلة وقصيرة لمخرجين مغاربة، وهي أيضا فرصة لمهني الفن السابع لتبادل الأفكار والانخراط في مشاريع وإنتاجات مشتركة. بوجمع الحفاوي وعتمان التاسي. إنها الدورة الرابعة من أسبوع السينما المغربية بمدينة تريجفيلا الإيفوارية، تظاهرة تم التأكيد خلالها على أهمية التعاون الثنائي والفني القائم بين المغرب والكوت ديفوار، دورة تروم التعريف بعادات وتقاليد المغرب لدى المجتمع الإيفواري. كما كتعرفوا المغرب والكوت ديفوار عندنا علاقة متينة وقوية جدا على عدة مستويات. على المستوى الثقافي كنطمحوا باش هذا الأسبوع السينما يقوي العلاقة الثقافية ما بين البلدان ديالنا، يكون واحد الفرصة ديال التعامل مع المحترفين ديال ميدان السينما في الكوت ديفوار مع المحترفين ديال المغاربة ديال المغرب، وباش يكون تبادل وآراء جديدة ويمكن برامج مشتركة أو أفلام مشتركة. أول مرة كنحضر جبني الحال لأنه هاد الأواصر وهاد القنطرة دائما كيخصها تكون، كنتمنى أفلامنا يتشاف هنا ويكونوا إنتاجات مشتركة وفي نفس الوقت يتوزعوا الأفلام المغربية هنا. وتربط المركز السينمائي المغربي والمكتب الوطني للسينما بكوت ديفوار اتفاقيات للتعاون تشمل تكوين السينمائيين الإيفواريين، علاقات تترجم جودة التعاون الثقافي الثنائي، كما تهدف إلى التعريف بالفن السابع المغربي في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا. Notre politique du cinéma s'inspire de celle du Maroc puisque dans ce domaine-là. سياستنا في السينما تنهل من السينما المغربية لأن المغرب له تجربة طويلة، كما أننا استفدنا كثيرا من خبرة المغرب في مجال صندوق الدعم للنهوض بالصناعة السينمائية، لذلك فنحن سعداء لاحتضان أسبوع السينما المغربية هنا بأبيجان. Dans la mise en œuvre de cette coopération, nous sommes heureux d'accueillir la semaine du cinéma marocain ici à Abidjan. Le Maroc est un des pays les plus avancés en matière de cinéma. المغرب أحد البلدان المتقدمة في مجال السينما، إذ لم أخطئ فالمغرب يحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة على مستوى إفريقيا. نحن في كوت ديفوار نريد أن نصنع سينما قوية قادرة على خلق مناصب شغل للشباب، لذلك فكرنا في الاستفادة من التعاون مع المغرب لأنه بلد يتوفر على تجهيزات مهمة وممثلين ومخرجين محترفين. وفي افتتاح هذه التظاهرة تم تقديم الفيلم القصير أطفال الرمال لمخرجه الغالي غرميش، ويتضمن برنامج الدورة عرض عدة أفلام مغربية طويلة أخرى منها بورت أوت لمخرجه نور الدين الخماري ونوح لا يعرف العوم والحنش لمخرجه دريس المريني. في الخبر الرياضي يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي ليبيا والغابون، وذلك يومي 11 و 15 من أكتوبر المقبل. وتدخل هاتين المباراتين في إطار استعدادات المنتخب المغربي للإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها الكاميرون سنة 2021. رياضيا دائما، تأكد اليوم رسميا افتتاح الملعب الشرفي بوجدة خلال الموسم الرياضي الحالي بعد أن تم تدشينه اليوم من طرف والي جهة الشرق وعدد من أعضاء المكتب المسير لنادي مولودية وجدة. تغييرات مهمة طلت معظم مرافق الملعب أبرزها تعشيب أرضيته بعشب طبيعي. تفاصيل أكثر مع ابتسام أدريس ورشيد العتبي. بعد إغلاقه لمدة عام كامل بدعي الإصلاحات، المركب الشرفي بوجدة يرتدي حلة جديدة ليعيد 19,000 مشجع وجدي إلى ميدانه للاحتفال بسندباد الشرق وإعادة الأمل إليه في المنافسة بقوة على البطولة الاحترافية لهذا الموسم. وبحضور والي جهة الشرق وعدد من أعضاء نادي مولودية وجدة كان الافتتاح الرسمي اليوم. جميع الفرقاء جميع المشاركين جميع المتدخلين كانوا في
في الموعد. الجامعة الملكية المغربية دارت زيارة الأمس للملعب، الملعب الحمد لله اللي أومولوغي، دونك ني با دو بروبليم بور جوي. أهم التغييرات التي طالت الملعب الشرفي بوجدة تعشيبه بالعشب الطبيعي، كما تم تثبيت كراسي مرقمة والاعتماد على كاميرا المراقبة. المنصة الصحفية جهزت بوسائل تكنولوجية والمستودعات رممت بكاملها، ولتسهيل ولوج الجماهير تم تركيب أبواب إلكترونية، كما تم إصلاح جميع المرافق الخاصة بما فيها سياج الملعب. مكسب للمدينة، مكسب لنا الفريق، مكسب الجمهور تاع وجدة. كانوا وعدونا يعني المسؤولين باش نبداو فيه ان شاء الله المباراه الاولى، وعدهم حق، نشكرهم على ذلك. ولهذا الافتخار للساكنه ديال مدينه وجده ولا المحبين ديال كره القدم وخاصه الجماهير الوجديه بهذه المشاء الكبيره لحقيقه اللي كانت مدينه وجده تفتقدها. ونتمنى انه يكونوا الجماهير يتحلوا بالروح الاخلاقيه بالروح الرياضيه ويحافظوا على هذا الملعب. 19,000 مشجع سيستفيدون إذن من هذه المنشأة الرياضية المميزة، وهم مطالبون بالحفاظ عليها حتى نرتقي بمستوى كرة القدم بالجهة الشرقية وببلادنا ككل. الرياضة كانت آخر أوراق هذه النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. عشية انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول التنمية البشرية، اجتماع باسخيرات للجنة القيادة يعرض الحصيلة والمقاربة الجديدة للنسخة الثالثة من المبادرة بهدف النهوض بالرأسمال البشري. بجنيف تتواصل أشغال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، والوفد المغربي المشارك عن الأقاليم الجنوبية يكشف الخروقات التي تطال حقوق المحتجزين بمخيمات تندوف. تحديات التنقل الأخضر ورهانات التنمية المستدامة تخيم على فعاليات قرية سولار ديكاتلون إفريقيا بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب. ندوات وعروض سينمائية تتخلل فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة في إطار تكريس الحضور النسائي في الإبداعات السينمائية الوطنية. شكرا على المتابعة، إلى الغد بإذن الله.